لي كان جماعي تلعب ديما على تفادي النزول كذا، مي اليوم تلقى روحها التاسعة في الكلاسمون، تحتك تسعة جمعيات، اليوم 43، مشينا لنا والحدادي وجماعي وجوات اللي جاو، جينا 15 بوان، جماعي مازالت لها 16 ماتش عندها 15 بوان، تحت صحيح تحت اوفيسيال بريسك وكذا، الحمد لله اليوم 43، تلقى روحك متفرهد قبل بثلاثة جونيات انت متفرهد و وما الحمد لله عملنا نظمه به، ان شاء الله نكمل نواصل هكا وان شاء الله مزيد نتالق. محمد من اشد المتابعين ليك راه في البطوله التركيه، يجيني يقول لي ها ياسين ما نلعب في الاكس على اليمين ما نلعب على اليسار، يعطيني لي ديتاي كل التفاصيل كل اللي حاشي بهم على البطوله التركيه وعلى ياسين مريح. نمشي لمحمد هو الريفيرونس نتاعي، تقييمك لتجربه ياسين مع كاسيم باشا؟ التجربه كانت ممتازه، ياسين لعب الماتشوات الكل 90 دقيقه، لي ريزولتا تبعوا، عدى ماتشوات باهين برشا، لي كيلكو ديفو اللي كان الغلاط اللي كان يعمل فيهم مع اولمبياكوس صلحهم، خاطر كيما تعرف ياسين عنده معناها تكنيك محترمه نتاع مدافع، ساعات معناها يتلام عليه انه ياخذ ريسك اكثر من لازم، فهمت؟ وكان حتى في اولمبياكوس غلط غلط نتاع ثقه زايده في النفس، دونك توا ولا سهل اكثر اللعب نتاعو، دونك نقص من الاغلاط سينو في الفاز ديفونسيف كالعاده اجريسيف، فيتيس موجوده اللي هي توا معناها في الكره العصريه اهم كاركتير عند ديفونسور، قبل في كره قبل كان ديفونسور لازم يكون اجريسيف لازم يكون يضرب، توا لا تبدلت الكره ولات الفيتيس والتكنيك والانتيليجونس دو جو هما اهم حاجه في المدافع العصري. انا جوست سؤال نحب نساله له، زوج سؤالات، يحكينا عن النيفو نتاع الشامبيونز ليغ اللي شافه هو اول عام، معناها نفسخوا انا سؤال تاع اوكي سوختك. وثاني حاجه الفرق ما بين البطوله التركيه والبطوله اليونانيه. اي يا سي محمد سليم حرقني في زوج اسئله، دونك تفضل يا سيد. بون بالنسبه للسؤال الاول، كاليبر داخل الحقيقه الشامبيونز ليغ، انا حتى لعبت كوب دو موند اللي انا في مخي اكبر مسابقه في العالم وحاجه اكسبسيونيل، وسي سور هي من اقوى المسابقات في العالم وحاجه اكسبسيونيل تصير على في التاريخ، معناتها على تاريخ الجوال باسك مره ولا اثنين اذا عنده الزهره شارك مرتين ان شاء الله، مازالوا لك مرتين ان شاء الله يا ربي ان شاء الله 2022 2023. مي الشامبيونز ليغ حاجه اخرى، خاصه كي تحكم توتنهام والبايرن، جمعيات كبار وجوالات كبار وكاليبر اخر وكاليتي اخرى وتكنيك اخر وموفمونات اخرين، الحقيقه الحق كي تغز التالي شويه. انت مره ياسين قلت لي بلاي ستيشن، تلعب البلاي ستيشن والله، الحقيقه كي تغز التالي شويه تقول ما كنت عباره واحد ما كانش يلعب في كره القدم، الحقيقه كاليبر اخر حتى وقت لعبت في الاليانز ارينا شيء بيعي، شيء يخليك تتعلم، شيء يخليك تموتيفي روحك باش تقول ان شاء الله يجي نهار، حتى كان ما خلصش النيفو هذاك ان شاء الله يجي نهار نص نعمل ربع ولا النص اللي يعملوا فيه العباد، خاطر تشوفهم كيفاش يخدموا في التيران وكيفاش يسيبوا الاسباس لبعضهم وكيفاش يخدموا لبعضهم، كيفاش فريمون متفاهمين، حاجه اكسبسيونيل والله. باهي شنو يميز البطوله التركيه والفرق هذا سؤال محمد ثاني، والفرق بين تركيا واليونان مثلا؟ بون بالنسبه لي انا، بالنسبه لي انا البطوله التركيه اقوى برشا من البطوله اليونانيه على المستوى المحلي. اولمبياكوس الحاجه الباهيه فيها كيما اولمبياكوس ولا باوك، الحاجه الباهيه فيها اللي هي الشامبيونز ليغ والا الاوروبا ليغ على معناتها الصعيد الاوروبي، هي حاجه باهيه تخرجك معناتها توريك وجهك توريك تصويرتك كذا قاعد يكور يلعب في دو نيفو. مي في الشامبيونا الحقيقه في اليونان فما 3-4 ماتش باهيين الي روتور، باقي كل معناتها حتى انا عمناه اللي لعبت مع اولمبيكوس يمكن ربحت 13 ماتش على بعض. اولمبيكوس 13 ماتش لعبته على بعض و 13 ماتش ربحت لداخل ولا لبر. اوكي اولمبيكوس سي سي جماعه كبيره جوات كبار كذا، مي باش تعرف الريتم مش كيما تركيا، فما باشاكشيغا تسارا فما مينيموم 8-9 جمعيات كبار. اون بليس كيما قاسم باشا سي با فاسيل باش تربحها بسهوله، كيف فما نوتر ايكيب سي با فاسيل باش تربحها بسهوله، انتاليا سبور يلعب فيها بودولسكي، فما شامبيونا محلحل اكثر شوي. تحسب شامبيون تو نورمالمون هو في شكون اليونان ياسين مادام لعب تحسب 6 اشهر لعب دونك يعتبر بطل خالد. كيفاش تقيم الشوا ربما نتاع ياسين خلى اولمبياكوس فريق كبير؟